السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا مواطن من تلمسان بالقائد محمد. أنا نشوف هاد الضياع تاع الماء ورمي قطعوا براس قال أحياء راه ينقطع الماء. هذه على العام ضايعة، شو هاد العين هذه سامحين فيها. نتمناهم السلطات المحلية ورئيس البلدية الجديد والوالي ولاية تلمسان يشوفوا لها القضية تاع الماء هذا اللي راه ضايع بزاف، يهضروا مع الراديو وشو الما كيدير، الما صافي على العام هنا فايرا يمشي ما على بالناش. والكرون باسان علاش هضرت اليوم على الكرون باسان؟ قالت الكرون باسان هذه 7 شهور الماء ما كانش في الكرون باسان، حتى لي بلونتروم يموتوا، مانيش عارف خدامين بدلوهم، مانيش عارف منو الماء ضايع والجنان يموت. على رئيس البلدية الجديد نتمناو ينظرونا بعين اعتبار، بركا من الضياع، بركا ونا من الضياع، الشعب راه يعاني بلا ماء والماء ضايع هيدا. من فضلكم يا لي زوتوريتي يا لي زيلو، علاش نتخبوا عليكم؟ علاش بس خدموا الضياع هذا تاع الماء والجنان؟ هذه 7 شهور ما جاناش الماء، هاك لي بلانت روحو جاردان دي بريميي جوان في الكرون باسان، لي بلانت ضايعين، لي بلانت باطل. شو هالما ضايع؟ شو ضايع ضايع شو؟ عيب عيب حرام. وربي يقول لك تكون في واد ما تضيعش الماء، النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ها شو ضايع، شو دينك؟ شو تحرقوا؟ شو لا اله الا الله محمد رسول الله. علاش هذاك الجنان راه يموت بلا ما؟ علاش؟ علاش احياء بلا ما؟ علاش هذه داخله في الانسانيه، داخله في حب الوطن، خاصنا نتعاونوا بركا ما نضيعوا هذه بلادنا، يجي واحد اخر يقابلها احنا خاصنا نقابلوها. يا لا اله الا الله محمد رسول الله. بركات من هذه الغفله، بركات من هذه الغفله. كاع العالم تطور، الجزائر قاعده هكا، لا اله الا الله محمد رسول الله. مازال ما نطوروا، ما نسجدوا، ما نربيو ولادنا، ما نربيو نفوسنا. هذه ستي ريسبونسابيليتي، ومليحه الامه، مليحه الوطن. خاصنا عقليه هذه نبدلوها تاع الضياعه تاع جيمونبوتيزم هذه. هذا ما تاع ربي، هذا رزق راه ضايع، يحاسبنا ربي عليه. في الاسترالي كاتبين في القرع تاع الماء كاتبين حديث تاع رسول الله. في الاسترالي بلونجلي كاتبين اذا كنت على نهر جاري لا تبدل الماء، كاتبينها بلونجلي. حنا مسلمين ضيعوا الماء، فاركم مع الائمه، فاركم راكم راقدين ولا؟ الجزائر ضاعت هكا، احنا مضيعين بلادنا. اتقوا الله، اتقوا الله في وطنكم، اتقوا الله في وطنكم. السلام عليكم ورحمه الله.